بدأت القوات الأمريكية أمس بإقامة 5 نقاط مراقبة على حدود تركيا ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها واشنطن لتعزيز وجودها العسكري والدبلوماسي شمال شرق سوريا. شملت توقيع مذكرة تفاهم لمدة سنة لتدريب 30,000 عنصر تابع لقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي واحتواء إيران. تدرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تفكيك النفوذ الإيراني في المنطقة تحتاج لما هو أكثر من التكتيكات العادية التي جرى العمل بها خلال السنوات الماضية من قبل الحلفاء، والتي اتخذت في الغالب طابعا دفاعيا في مواجهة الهجوم الإيراني الشامل على كل المحاور. ولا يمكن حصر محاربة النفوذ الإيراني عبر إغلاق طريق أو طرق إمداد لوجستية برية بين سوريا والعراق على رغم أهمية مثل هذا الأمر، ذلك أن إيران صنعت على مدار السنوات 6 السابقة بنية عسكرية وأمنية متكاملة، واختبرت طرقا وأساليب كثيرة للتعامل مع التطورات الطارئة. الإدارة الأمريكية باتت تؤكد على أهدافها 3 في سوريا، وأصبحت تترجم ذلك على الأرض. بدأت القوات الأمريكية أمس بإقامة 5 نقاط مراقبة على حدود تركيا ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها واشنطن لتعزيز وجودها العسكري والدبلوماسي شمال شرق سوريا. شملت توقيع مذكرة تفاهم لمدة سنة لتدريب 30,000 عنصر تابع لقوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية ومحاربة خلايا داعش الإرهابي. لكن إقامة نقاط المراقبة 5 التي ستعقبها خطوات مماثلة في المدن الكبرى السورية على حدود تركيا مثل رأس العين وعمودة ودرباسية تأتي ضمن سلسلة خطوات عسكرية ودبلوماسية لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لإبقاء 2,000 جندي أمريكي ومئات من الوحدات الخاصة من دول التحالف لتحقيق 3 أمور: محاربة داعش ومنع عودته، وإخراج إيران من سوريا، والدفع نحو حل سياسي سوري. تدريب 30,000 من المقاتلين وعناصر الأمن يضافون إلى 60,000 موجودين حاليا. وكانت واشنطن أقرت خطة لاستقرار شرق الفرات في زاوية الحدود السورية التركية العراقية، وحصلت على تمويل وزيادة الانخراط العسكري من الدول الحليفة، إضافة إلى تعزيز الوجود الدبلوماسي بقيادة السفير الأمريكي السابق في البحرين ويليام روبك. كما عززت أمريكا والتحالف الدولي الوجود في قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية، وأجرت مناورات عسكرية علنية وعززت وسائل الدفاع عن هذه المنطقة. وأوضح قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أن المعلومات المتوفرة لديه من الأرض تفيد بأن الإيرانيين يعززون وجودهم غربي نهر الفرات في الميادين والبوكمال ودير الزور في محاذاة خطوط انتشار حلفاء واشنطن، وأن الحرس الثوري الإيراني يدرب ويجند سوريين لتأسيس تنظيمات مسلحة، كما جرى نقل عناصر من ميليشيات غير سورية من مناطق أخرى إلى تخوم نهر الفرات. وعقدت محادثات بين دمشق وبغداد لإعادة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق بعدما أغلقت واشنطن معبر التنف بين البلدين لإضعاف الخط البري بين طهران بغداد دمشق بيروت بحسب بيانات أمريكية. ويؤكد مراقبون أن أمريكا بنت قضية متكاملة لإخراج إيران وعزلها عن سوريا وعن المنطقة في ظل الاستراتيجية الجديدة من خلال فرض عقوبات عليها ومحاربة على الأراضي السورية. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفائي. معي من القاهرة دكتور هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد، ومن واشنطن الأستاذ مختار كامل، محلل سياسي. ضيفائي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ مختار كامل، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. يعني وفق المعطيات الراهنة، الاستراتيجية الأمريكية هل تحولت من النظرية إلى التطبيق الواقعي على الأرض؟ هذا ما يبدو حاليا بشكل أو بآخر، ورغم أن الجهود هذه الجهود يعني كانت مخطط لها منذ فترة طويلة واستغرق إعدادها وقتا طويلا، ولكن ما يبدو حاليا كما تفضلت هو أن واشنطن تحاول أن تنفذ الأمور على الأرض، وأن إيران تشكل هاجسا شديدا لواشنطن حتى الآن، بحيث أن هذا أصبح الهدف الأول لواشنطن، هو منع إيران أو إخراج إيران أو تخفيف وجودها في سوريا بأي شكل من الأشكال، إلى الدرجة التي حدث بقناة 10 الإسرائيلية أن يعني تسرب
عرض من بوتين إلى واشنطن عن طريق الإسرائيليين بأن روسيا يمكن أن تساعد على إخراج القوات الإيرانية من سوريا لو ألغت الولايات المتحدة الأمريكية ما تفرضه من عقوبات اقتصادية ضد إيران. نعم، ضيف من القاهرة دكتور هشام بقلي، مساء الخير. دكتور هشام. مساء النور استاذ بعض ومساء النور. اهلا بك دكتور هشام. يعني بعد تركيز الولايات المتحده الامريكيه حول محاربه تنظيم داعش الارهابي، يبدو بان الان معطيات باتت في المرحله الراهنه تفيد بان الولايات المتحده باتت تطبق استراتيجيه احتواء ايران من خلال تدريب 30,000 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطيه. دكتور هشام بقلي. بالطبع يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في التواجد الإيراني في سوريا، هذا هو الهدف الأساسي لها من خلال العقوبات ومن خلال الضغوط على طهران، وأيضا هناك ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة من أجل هذا الموضوع. إيران تحاول أن تتلاعب دائما بورقة سوريا وورقة اليمن، هذه طارة وهذه طارة. هذا التلاعب الإيراني هو محاولة منها لتخفيف حدة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإدارة الأمريكية تعرف جيدا أن الجانب الإيراني هو دائما يتلاعب بتلك الأوراق ويحاول المراوغات ويعني مد أمد التفاوض ومسألة التواجد في سوريا والتواجد في اليمن. لذلك وضعت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية جديدة في التعامل مع الملف السوري، وأقرت وقررت بشكل شبه نهائي هو عدم التواجد الإيراني في سوريا بأي شكل من الأشكال، وبدأت في تطبيق هذا على أرض الواقع. ولكن الولايات المتحدة يجب أن تعلم أيضا أن هناك قوى أخرى مع إيران متواجدة في سوريا، وهو الجانب الروسي الذي سيقف بجانب إيران في هذه المرحلة وسيقف بجانب إيران في مسألة الخروج من سوريا. يجب أن يعرف أيضا أن الجانب الإيراني يعول بشكل كبير على يعني مطالب النظام السوري بالتواجد الإيراني في سوريا. كل هذه الأسئلة وهذه الأشياء يجب أن يضعها النظام الأمريكي في الاعتبار عندما يتعامل مع الملف السوري. وإدارة ترامب تنظر إلى الملف السوري الآن أنه يعني أنه ملف كانت الولايات المتحدة غائبة عنه خلال الفترة الماضية. طيب. غائبة بشكل ما وليست بقدر كبير، وتريد أن تقول. طيب. أنها متواجدة وأن لديها قوات وقادرة على هزم داعش والاستمرار في عملية الانتقال السياسي داخل سوريا. طيب أستاذ مختار، يعني هذه التحركات على الأرض من قبل الإدارة الأمريكية كما أشار الدكتور هشام بأنها عائدة بقوة وهي موجودة بالفعل في الملف السوري، الآن برأيكم هل هناك رسالة تحمل أكثر من بعد لأكثر من دولة في موضوع إقامة النقاط العسكرية ومن ثم تدريب قوات قوامها 30,000 لاحتواء إيران أيضا؟ أعتقد أن أهم نقطة في هذا الصدد هي تأكيد أمريكي للأتراك بالذات بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة ولديها النية والعزم على حماية الأكراد في هذا الموضوع، وقد كان ذلك موضع مفاوضات كثيرة بين الأتراك والأمريكيين منذ شهور وشهور، وأخيرا استقر الأمر على هذا الوضع. أرجو أن يكون في هذا إجابة على سؤالك. تفضل. نعم دكتور هشام، يعني دكتور هشام يتم الحديث عن كل هذه الإجراءات بالتزامن مع دخول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الأرض، من المعلوم بأنها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. هل بعد نزولها على الأرض كما أفادت التقارير والمرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل أو بآخر الداعم الرئيسي لهذه الخطوة على الأرض دكتور هشام؟ بالطبع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ستكون كتحالف عربي متواجد في المنطقة حاليا سيكون له دور في الأوضاع في سوريا. المملكة العربية السعودية والإمارات بشكل أكثر، والمملكة هي يعني من ستتحرك بقوة تجاه الملف السوري في هذا التوقيت، وإعلان الملك سلمان منذ أيام عن رغبته في حل سياسي في سوريا، هذا هو تطور نوعي آخر من جانب المملكة العربية السعودية. إذا نستطيع أن نقول أن هنا الرغبات الأمريكية والرؤى الأمريكية السعودية أو العربية بشكل أكبر، لأن مصر تتبنى نفس وجهة النظر هو الحل السياسي في سوريا، بدأت أن
هذه وجهات النظر في سوريا بين دول التحالف العربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول الشكل الجديد في سوريا. لم يعد هناك تطرق لمسألة وجود الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه، أصبح الحديث عن حل سياسي في سوريا، ووضع التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية أمامهم كلمة داعش أو تنظيم داعش كهدف استراتيجي يبدأ التحرك عليه داخل الأراضي السورية للتواجد في الملف السوري بشكل كامل وإنهاء هذا لصالح هذا التحالف ولصالح القوى الأمريكية. ولكن على الجانب الآخر هناك تحركات روسية، تحركات تركية، تحركات إيرانية في نفس الملف، والجميع يضع أمام عينيه مسألة داعش أو الحديث عن داعش. طيب، من سيستطيع أن يحقق خطوات على الأرض؟ هذا ما سنراه خلال الأيام القادمة، ستكشف لنا عن العديد من الأمور، وخاصة بعد أن تنتهي جولة ولي العهد السعودي في المنطقة العربية سيكون هناك يعني وجهات نظر مختلفة، وسيكون هناك أشياء كثيرة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة فيما يخص الملف اليمني والملف السوري أيضا. طيب أستاذ مختار، يعني هل بالفعل تبلورت فكرة إنشاء ناتو عربي لردع إيران إن كان في سوريا وشمال شرق سوريا أو حتى في المنطقة ككل، الغاية التي تسعى إليها الكثير من الدول وحتى الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله هو بالذات حكاية الناتو العربي ديت، يعني أنا شخصيا عندي شكوك كبيرة في كيفية تبلورها إلى المرحلة النهائية. طبعا هناك جهود كثيرة في هذا الصدد، ولكن أنا شخصيا أشك في هذا، وهذا تكهن مني، يعني لا يستند على حقائق ثابتة. هناك تغيران غاية في الأهمية يجب النظر إليهما في هذا الموضوع. أولا فكرة أن هناك ضعفا شديدا حاليا ولو بصورة مؤقتة في صورة السعودية وفي الدبلوماسية السعودية بعد قضية خاشقجي التي أثارت يعني كثير من المشاعر في العالم كله، وبالتالي الضعف النسبي لولي العهد السعودي حاليا في قدرته على التحركات الخارجية، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر في موضوع التحالف. النقطة الثانية هو أننا في الولايات المتحدة الأمريكية نعرف أننا بصدد خروج تحقيقات مولر المحقق الذي يتولى التحقيق في مسائل تتعلق بترامب وبمساعديه، وهي قضية غاية في الخطورة ستشكل هزة في السياسة الداخلية الأمريكية. أتصور أن هذان العاملان لهما تأثير كبير على فكرة تشكيل هذا التحالف العربي، من حيث ضعف السعودية من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يلجأ ترامب إلى الضغط بشدة على السعوديين للإسراع بتنفيذ مثل هذا الموضوع. يعني باختصار أود أن أقول أن الموضوع الآن قد أصبح أكثر سهولة نسبيا، لأنه أصبح من الأسهل أيضا الضغط على السعودية بصورة أكبر واستنزاف كثير من مواردها المالية أو الحصول على تنازلات مالية ومساعدات مالية منها في سبيل قضية التحالف هذه. طيب دكتور هشام، استمعت إلى وجهة نظر الأستاذ مختار كامل، المنبر لك. دكتور هشام، لعلم أن كنت ما زلت معي على الخط. دكتور هشام البقلي، يبدو أني فقدت. دكتور هشام تسمعني؟ دكتور هشام البقلي، يبدو أني فقدت الاتصال. أستاذ مختار، بالعودة إليك مجددا، يعني الآن هناك تقارير تفيد ومعلومات بأنها هناك برنامج عمل لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء داعش ومحاربة خلاياه النائمة وتدريب 30,000 مقاتل لحماية هذه المناطق التي تم تحريرها واستعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. هذا يعني تطور جيد بالنسبة يعني ما هو يعد تطورا جيدا بالنسبة لفئة ما أو مجموعة ما في سوريا يعد تطورا سيئا بالنسبة لمجموعة أخرى. هذا التطور يعد جيدا بالنسبة للمجموعات الحرة، بالنسبة للأكراد والعرب الذين يشكلون الجيش الحر والحركة الحرة والديمقراطية. هذه حركة لها توجهات ديمقراطية ليبرالية
هذا تطور جيد بالنسبه لها يعني. وايضا هو رساله لاخرين، هو رساله للاتراك بان هناك حمايه وان الامر جدي وان تركيا لا يجب ان تتلاعب بهذه الورقه. هناك رساله لايران بان هناك تعزيزا عسكريا لها. اما مساله داعش فطبعا هذا امر هام، ولكن هذا يعني نوع من التحجج او يعني ذرة للرماد في العيون. الغرض ليس فقط داعش، انما هذا هو الغرض المعلن، ولكن الغرض الحقيقي هو إطالة أنياب القوات الديمقراطية، بحيث يعني يكون في ذلك زيادة قوتها، فهي ورقة وورقة هامة في يد الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع الروس وغيرهم من الأطراف الإقليمية بشأن التسويات النهائية المقبلة في سوريا. ضيفي من واشنطن الأستاذ مختار كامل محلل سياسي، شكرا لك على كل ما تفضلت به من إضاءات، وشكر موصول لك أيضا ضيفي من القاهرة الدكتور هشام البقلي مدير وحدة الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد. مشاهدينا موعدنا يتجدد بكم على رأس الساعة.